قلت هذا اللي من قال يا راجح تعال افزله فزت غريب شاف اخيه اغليه رغم انه مسوي احتلال محتل قلبي كانه اللي مشتري. اذا سال اجاوبه قبل السؤال اعرف تفاصيله واعرف اللي يبي اشتاق له وانا معه طول الليال واحسد عليه احيان حتى والده. اذا تكلم ودي احفظ وايش قال واذا ابتعد عيني معه كانها تغزيه احاول غيري ما يلقى له مجال وغار بعض احيان من نفسه عليه. ختمت له كل المراحل في الوصال ويزيد حبه كل ما قبل يديه رجال لكن غير عن باقي الرجال. هذا كلام اللي يوصف قدره به. الله احنا ما نشك